لسه خارج بتوع افلام من فيلم فاست اند فيريوس او فاست اكس، الجزء العاشر من سلسله افلام ذا فاست اند فيريوس. والجزء العاشر كما صرح ان ده هيبقى الجزء الاخير من السلسله، ولكن الجزء الاخير عشان نحلب امه كتير لازم نقسمه على اجزاء، بارت 1 بارت 2. وفي اشاعات اتقالت ان فين ديزل قال في العرض الخاص، بس انا ما شفتش التصريح ده، ان الجزء الاخراني ده هيتعمل على 3 أجزاء. فهل يا ترى خارج من الفيلم مبسوط؟ هل الفيلم احلى من الجزء اللي فات اللي كان مش عاجبني خالص وعملت عنه ريفيو؟ ابقوا شوفوه، لو انتوا ما شفتوش الريفيو قبل كده روحوا شوفوه دلوقتي. وهل استمتعت بالفيلم واستمتعت بالتجربه البصريه وكل الكلام ده؟ كل ده هنتكلم عليه في الحلقه دي بتوع افلام. بس قبل ما ابتدي الحلقه بقى عايزكم تظبطوا لي لايكات كتيره جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا بس عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام لازم نتكلم عن فاست اند فيريوس، طبعا واحد من انجح واشهر افلام وسلاسل الافلام اللي اتعملت في التاريخ، وجزء عن جزء الفيلم عمال يكسب شعبيه كبيره اكتر واكتر واكتر، والفيلم عمال يأفور اكتر واكتر والناس مستمتعه ومفيش اي مشكله. ولكن في عند جزء معين انا مش فاكر، غالبا من بعد الجزء السابع مفيش جزء حلو، اللي هو الجزء بتاع بول ووكر لما مات. في ممكن هتلاقي الجزء اللي بعديه كان ماشي، ممكن الجزء اللي بعديه لكن جينا عند الجزء التاسع اللي هو بتاع جون سينا بتاع السنه اللي فاتت، برغم حبي واعتزازي جدا بالمصارع جون سينا، ولكن للاسف الجزء التاسع واحد من الافلام السيئه جدا واسوأ جزء في السلسله ده بدون نقاش، ده بالنسبه لي ومن وجهه نظر. فيا ترى فين ديزل بقى اتعلم من الخطا بقى بتاع الجزء التاسع وعمل بقى حاجه جديده او مبتكره تخلي الناس ترجع تاني؟ هو الفيلم ناجح كده كده، بس اللي بكلمك فيه تخلي الناس ترجع تتشوق للجزء، عشان برضو لازم نتكلم ان شعبيه الفيلم برضو قلت من بعد بول ووكر ما مات ومن بعد ما ابتدت الاجزاء. تحس لو ما انا عارف ان انتوا كلكم هتعيشوا في الاخر ومفيش اي حاجه وهنلاقي افوره بس في الاكشن وبقى، يعني ده الجديد اللي بيبقى في الفيلم. ولكن يجي الجزء العاشر من الفيلم، فهل يا ترى الجزء العاشر عمل كده وهيخلي الناس فعلا ترجع للسلسله بقوه وكل الكلام ده؟ احب اقول لك بالنسبه لي ومن وجهه نظري الشخصيه بالتأكيد لا. انت حسيت من وشي وانا بتكلم كده وبقول لك لا. واجيب لك الملخص، لو انت عايز الملخص بتاع الجزء العاشر ايه بدون هلك كتير وكلام كتير، الجزء العاشر افضل من الجزء التاسع ده بالتاكيد، نظرا ان الجزء التاسع كان الاسوأ، ولكن الجزء العاشر لا يرتقي باي جزء برضو من الاجزاء اللي كانت مسليه جدا وحلوه جدا من سلسله اجزاء فاست اند فيريوس. وده الملخص كده الاولاني قبل بقى ما اخش على الايجابيات والسلبيات بتاعت الفيلم بالنسبه لي. ايجابيات الفيلم بالنسبه لي، اهم ايجابيه في الفيلم، احلى حاجه في الفيلم يعتبر، هو شخصية او الفنان جيسون موموا او الشخصية الشريرة اللي في الفيلم، ده الشرير اللي في الجزء الجديد في الفيلم. انا بالنسبة لي هو كان احلى حاجة في الفيلم، كنت اتمنى ان هو يطلع اكتر بكتير من المشاهد اللي هو طلعها في الفيلم، برغم ان كان في افورة في الاداء برضو شوية، يعني في مشاهد كده كنت بحس اللي هو انت عايز تعمل الحركة دي عشان تبين اللي هو بصوا ازاي شرير وازاي عرف يلعب الدور دي، انا حسيتها شوية. ولكن هرجع واقول لك افضل حاجة في الفيلم، وانا مبسوط ان هو ده الفيلن او الشرير اللي هيستمر معانا غالبا للجزئين الجايين. وبالمناسبه برضو للمعلومات، الجزء الثاني من الجزء الاخير من فيلم فاست اند فيريوس هيبقى نازل في 2025، اما الجزء الثالث اللي على حسب الاشاعات المفروض هينزل في 2027، فده المفروض 2027 هتبقى نهايه سلسله فاست اند فيريوس. وبرده من اهم ايجابيات الفيلم بالنسبه لي البوست كريديت سين، اقعد لحد ما يخلص الاسامي بعد اول 3 دقائق، يعني بعد ما يخلص فيلم 3 دقائق كده على طول هيبقى فيه بوست كريديت سين. يعتبر ده من اكتر الحاجات اللي محمسين ان انا ممكن اتفرج على الجزء اللي جاي الصراحه يعني. وايجابيه كمان، جون سينا كان يعني ما ضايقنيش في الفيلم، برغم ان كان بيبقى فيه استظراف كتير، وبرغم ان هو تحس ان هو محطوط
محطوط في الدور ده عشان الاطفال بتحبه جدا وكل الكلام ده، حسيته مقحم جدا بس ما اتضايقتش منه الصراحه. هتقول لي ايه الايجابيات التانيه يا ابو حميد؟ هقول لك ان مشاهد الاكشن كانت في الفيلم، انت عارف ان في افوره بس انا رايح عشان اشوف الافوره دي واستمتع بوقتي على فكره، والنوعيه دي من الافلام بتبقى حلوه في السينمات كده، بتقضي وقت لطيف يعني اللي هو بتعدي وقت وانت بتتفرج على مشاهد الاكشن وكده. فمشاهد الاكشن اللي كانت في الفيلم حلوه، ولكن في مشكله كبيره جدا. مش احنا دلوقتي هنخش على سلبيات الفيلم عموما، لان الايجابيات زي ما قلت لك مش كتير، مفيش حاجه ممكن اقدر اقول عليها ايجابيات اكتر من كده في الفيلم. نخش على سلبيات. سلبيات الفيلم جزئيه حته الاكشن دي، ان انا بقول لك المشاهد بتاعه الاكشن بتاعه الفيلم كانت حلوه، هل هتصدقني لو قلت لك ان مشاهد الاكشن اللي في الفيلم قليله جدا، لدرجه ان انا حسيت ان المخرج حس اللي هو ايه ده، احنا هلكنا كتير واتكلمنا كتير في فيلم اساسا مش محتاج كلام كتير. يعني مثلا لو انت كنت خليت لي الفيلم دراميا حلو ومتماسك وكتابه حلوه وتفرش لي الشخصيات وعايز تمهد لي الاجزاء الثانيه والجزء الثاني والجزء الثالث للفيلم ماشي، ولكن يا جماعه كتابه ايه وبتاع ايه؟ احنا هنهرج، احنا لو ركزنا في اي حاجه في الفيلم ده هنطلع بلاوي كتيره جدا، لان احنا داخلين الهدف الاساسي للفيلم ده المتعه والتسليه ومشاهد الاكشن والكلام ده ومشاهد الافوره اللي احنا عارفينها ان احنا وصلنا الجزء التاسع ان بعربيه لادة طلعنا الفضاء، فيعني خلصانه. فالجزء ده زي ما بقول لك حسيت ان المخرج في الاخر اللي هو قال ايه ده، عايزين نزود مشاهد اكشن، ما تضربوا بعض. اه فعلا في مشاهد كتيره جدا اللي هو ايه اتنين بيتكلموا كده مع بعض يقوموا ضاربين بعض كده عشان بس ايه نعمل نزود مشاهد اكشن، اللي هو ايه ده يا جماعه انتوا بتهرجوا ولا بتعملوا ايه ولا ايه الكلام؟ يعني اول ربع ساعه من الفيلم اه لا ده هو ده فاست اند فيريوس اللي انا اعرفه بالاكشن اللي فيه بالافوره اللي فيه بكل حاجه اللي فيه كانت تمام، بعديها حصل ركود كده. يا جماعه مش مستاهل كل الكلام ده وكل الهلك ده، يعني فيلم ساعتين وثلث، اعتقد الفيلم ده لو كان ساعتين الا ربع كان هيبقى افضل بكتير جدا من اللي هم عملوه ده. وده في الاول وفي الاخر راي شخصي، ممكن الناس تعجبهم جدا الفيلم، ممكن يبقى ده بالنسبه لهم احسن جزء. اما بالنسبه للفنان فين ديزل، هو قالب يا جماعه محمد فؤاد كده ليه؟ في ايه؟ ابن بلد قوي وطيب قوي وجدع قوي وحنين قوي ويا، ولازم كل مشهد ليه يقوم عامل كده لا 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 لا. انت مش ممثل يعني الراجل، انا متاكد ان هو اه ممكن يكون اكتر واحد نفسه ان الجزء ده يتعمل على جزء تالت عشان قبل ما يخلص فيلم، لان فين ديزل بعد فاست اند فيريوس انا مش عارف هو هيعمل ايه الصراحه، انا بجد مش عارف. حتى الافلام الاكشن اللي بقى يعملها بره فاست اند فيريوس بقت سقطه جدا، محدش بيتفرج عليها، فمش عارف. بس ما علينا، انا مش عارف هو هل هو مثلا متخيل ان انا بعرف امثل فالمشاهد دي اللي هي هيبقى فيها تمثيل جدا والعيله وموضوع العيله ده افور قوي، هو انتوا الوحيد العيله يا جدعان ولا ايه؟ وعيله زباله كمان، يعني انت ليه محسسني انك انت محمود الجندي ومراتك كريمه مختار مش عارف والله، يعني محسسني العيله بس ما علينا. يعني ما علينا. حاجات بقى في الفيلم انا يعني مثلا تشارلي ثيرون من اكتر الممثلات اللي انا بحبهم وفعلا وكسبت جائزة الأوسكار عن جدارة واستحقاق، أنت ليه وافقتي على الفيلم ده؟ وجيتي هنا ليه؟ أنا مش عارف، دورك سيء، وهي من دورها ده من أول ما طلع الفيلم كان اللي هو بداية برضه وقوع الأفلام، فأنا يعني أنا مش عارف. الفلوس يا باشا، الفلوس كده كده. أما بقى الأهم ودي بالنسبة لي من أعلى سلبيات الفيلم، وعارف إن في ناس كتيرة جدا ممكن يقولي لا إزاي دي أحلى حاجة في الفيلم، إزاي يا معلم؟ لا لا أنا كنت مبسوط جدا بيهم وكده. الشلة بتاعت دام او الشله بتاعت فين ديزل اللي هم بيساعدوه، الشله خفيفه الدم دي يعني ينعل ابو بجد الزرافه، واللي مفهمهم ان ده ضحك حزق. عارف عارف يعني ايه؟ عارف لما كنت بطلع لك في حلقات كتيره جدا بقول لك ان بيبقى في ساعات في مشاهد كوميديه في الافلام بتاعت ترجعوا لي 100 جنيه والحاجات دي، بيبقى في حزق كوميدي قوي معروف الحزق، عايز تعرف يعني ايه حزق؟ اتفرج على الشله دي في اي مشهد، لازم نفضل نطلع في حاجه اللي هو مش كوميديه اساسا بس لا هنفضل نطلع نقول ونتكلم عشان في الاخر اقول نكته بايخه رخمه جدا وبايخه قوي وانتوا رخمين جدا وبواخ. وزودت يعني هي كان في الاول كانت ناجحه وحلوه فكره ان بيبقى في بعض من الكوميديا في الفيلم، لا هم طلعوا كتير جدا ومشاهد كتيره جدا متتاليه عمالين بيستظرفوا استظراف بايخ، رياكشناتهم بايخ، هم بقوا بايخين جدا بالنسبه لي الصراحه. وبعد السلبيات اللي انا بقول لك عليها دي، هل يعني هتبقى متحمس يا ابو حميد؟ انا عايز اقول لك ان انا ما كنتش متحمس اساسا للجزء ده،
يعني من بابه ده مبدئيا. فانا الجزء اللي جاي هتفرج عليه طبعا عشان البرنامج وده شغلي، ولكن اللي انا بتكلم فيه انا مش متحمس خالص فعلا. يعني قلت لك في اسباب معينه بسيطه هي دي اللي ممكن تخليني متحمس ان انا اتفرج على الفيلم، ولكن للاسف الجزء ده خلاني اتاكد ان غالبا مش عارف. اتمنى ان هو يحلو، اتمنى ان هو يحلو، واكيد الفيلم او الجزئين اللي جايين هيبقوا حلوين لان هتبقى النهايه بقى. لكن كبارت اولاني مش احلى حاجه، ولكن افضل بالتاكيد من الجزء التاسع. وبس ده اللي اقدر اقول لكم بتوع افلام على الجزء العاشر من سلسله افلام فاست اند فيريوس، او بمعنى صح فيلم فاست اكس. وتقييمي الفيلم فاست اكس هو 5/10. وبس يا بتوع افلام، سؤال الحلقه بقى، اكتر جزء بتحبه في السلسله عموما؟ في ناس كتيره جدا بتحب الاجزاء الاولانيه خالص. يعني انا في واحد صاحبي لسه كان عندي الاسبوع اللي فات بيقول لي انا لغايه دلوقتي بالنسبه لي احلى جزء وبتفرج عليه لغايه دلوقتي ببقى مبسوط جدا وحافظ حته حته من الفيلم، وهو الجزء الثاني اللي هو تو فاست تو فيريس. هل بتشاركوه في الراي، ولا بتحبوا الجزء الاولاني، ولا بتحبوا الجزء الاخير لبول ووكر قبل ما يتوفى؟ والاغنيه طبعا الاشهر، غالبا الاغنيه في التوب 5 اعلى فيوز على اليوتيوب في تاريخ اليوتيوب غالبا، حاجه زي كده. بس اهم حاجه بتوع افلام تردوا عليها تحت في الكومنتات، وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى طبعا تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.